ناحيه المطلق لاعب موهوب، لاعب ممتاز، افضل من خالد الغامدي من ناحيه الاوفرات المهاجمين والاستلام والتسليم، لكن عنده مشكلتين. المشكله الاولى القوه الجسمانيه عنده ضعيفه، وانت بالنهايه كمدافع تتقابل اطراف ملعب يملكون القوه الجسمانيه، مجرد انه يحتك معك راح يطلع من المطلق. المشكله الثانيه مجرد اللاعب يعطي اوفر تلقى المطلق يعطيه ظهره، ولازم يطور نفسه، لازم يعرف الظهير انت بالنهايه كمدافع رابع مع المدافعين. يعطيكم العافيه.